يمكن ضيوفنا هيدونا تفاصيل اكثر وعن خطاب العالم ككل من مصر وتسامح الاديان وقبول الاخر مهما اختلف الاخر عنا. هنا نصلي معا. خلينا نرحب بالحياة صاحب هذا الحدث الاهم في الوقت الحالي، ونقدر نقول ان العالم ككل وعيونه على مصر من خلال سانت كاترين، وبنشكر سيادة المحافظ على هذه الاستضافة الممتازة، سيادة المحافظ اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء. اهلا بيك يا فندم. اهلا وسهلا، شرفت بوجود حضرتك. اهلا بيك سعادة السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج. اهلا بيك يا فندم. صباح الخير. اهلا وسهلا بحضرتك، منورانا يا فندم. وفضيلة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك. الحقيقة احنا بصدد حدث عالمي، هذا الحدث هو خطاب للعالم ككل عن القيمة الأساسية، قيمة الإنسانية والتسامح وقبول الآخر. سيادة المحافظ مبروك في الدورة الخامسة، نجاحات وإنجازات. تحب تقول ايه لحضرتك النهاردة لكل من يرانا من سانت كاترين وقبول الآخر؟ احنا مستمرين فعلا على دعمنا للسلام ودعمنا للتسامح. وفي الحقيقة السنة دي المهرجان او اللي ابتدى بيشهد يعني زخم كبير قوي، يعني عندنا دلوقتي من ألمانيا في وفد، عندنا من اليونان فرقة بالكامل وشركات سياحة من اليونان موجودين عندنا، عندنا من فرنسا، بصراحة الكنيسة الإنجليزية عاملة شغل كويس، عندنا رئيس الطائفة كله موجود عندنا هنا، 35 سفير، هم كانوا 40 وفي 5 اعتذروا، عندنا 35 سفير في الحقيقة، بعض يجيب زوجاته كمان بزوجاتهم، ولهم شغف ورهبة كبيرة جدا، ويعني ومنتظرين هذا الحدث من العام للعام. في الحقيقة طبعا احنا هنعمل افتتاحات بقى في المدينة هذا النهاردة ان شاء الله، ان شاء الله هنعمل عدة احتفالات وعدة افتتاحات. هنفتتح حديقة العالم، ساحة كبيرة قوي لأهالينا محافظي او ابناء سانت كاترين. امبارح مع وزير الشباب والرياضة افتتحنا ملاعب كرة قدم، ملعب كبير وملعب خماسي لأولادنا، ولعبوا قدامنا مباراة، استعرضنا كل الفرق اللي موجودة في المحافظة قدام علي الوزير، وكان سعيد جدا بيهم. عملنا حفلة بالليل كده سريعة، يعني مش رسمية، الرسمية النهاردة إن شاء الله الساعة 7 إن شاء الله. هنطلع بقى حاجة جميلة، هنفتتح ساحة أو استراحة الزعيم محمد أنور السادات بطل الحرب والسلام، عندنا فيلم صغير 10 دقايق هنعرضه. لما جه كاترين ولما صلى هنا في كاترين ولما رفع العلم في كاترين، موجود عندنا الاستراحة بتاعته، رفعنا كفايتها، حافظنا على الهوية بتاعتها، رفعنا كفايتها، حطينا فيها بعض متعلقات الزعيم محمد أنور السادات، هنفتحها النهاردة إن شاء الله. هنطلع بعد كده على وركشوب أو الانشغالات البدوية والمنسوجات والحاجات دي كلها هنفتتحها برضو، ثم هنتحرك نفتح الطريقين بقى. دي برضو مفاجأة كبيرة جدا. احنا كان زمان عشان تيجي هنا مشكلة، الطرق كلها مكسرة، فأنا عصرت الكلام ده. طبعا توجيهات السيد رئيس الجمهورية ان الطريق من دهب الى كاترين يعاد رفع كفاءته، النهاردة هنفتتحه بطول 120 كيلو النهاردة. خلص المطار بتاع سانت كاترين، طبعا ده ليه قصة والحكايات بقى، طبعا احنا رفعنا كفاءته، بس مطلوب له ان هو الممر يكبر يبقى عشان يشيل الطائرات الكبيرة، هو بيستقبل الطائرات الصغيرة، وبعدين ما فيهوش اضاءة ليلي، فاللي بينزل لغاية اخر دور فقط. فاحنا دلوقتي بنطالب المطار ده ان هو يتعمل فيها ملاحة جوية وتعمل فيه اضاءة ليلي والممر يكبر. وقالي وزير الطيران جه وعمل استطلاع وشافه وبص عليه كل حاجة، وقال ان السنة دي احنا هنرفع كفاءة، فرفعنا كفاءة المطار. وبعدين الطريق اللي جاب من المطار للمدينة هنا كان برضو نفس اللي كان بيسري عليه زي ما سؤال كاترين، برضو نفس المشاكل اللي كانت موجودة في الطريق، تم رفع كفاءته وهنفتحه النهاردة برضو. هنفتح طرق، هنحط حجر أساس المسجد، معالي الوزير إدارة الأوقاف مع المحافظة متضامنين، هنعمل مسجد يليق بهذا المكان الرائع المقدس، هنحط برضو حجر أساس مسجد. الليلة بقى طبعا الحفلة الكبيرة بتاعتنا اللي وزارة الثقافة مشرفانا وهتعملها لأهالينا طب الغرض من الكلام ده كله، نبعت رسائل التسامح وسلام للعالم جميعا، وبنقول أدي الأمن والأمان. نعمل حفلة منتصف سينا بالليل في الأوبن إير، دي برضو رسالة للعالم كله على الأمن والأمان اللي احنا عايشين فيه، وإن احنا قادرين إن احنا نأمن
منطقتنا ونأمن بلدنا. آخر حاجة بقى اللي هو نبص له بقى اللي هو يعني البند اللي ايه العدالة الاجتماعية. أهالينا زي ما انت شايف واقفين حوالينا بيحضروا، كلهم بيحضروا الحفلة. كان عندنا لقاءات عند الساعات الأولى بالفعل يا فندم، احنا بنجيبهم لينا بقى، احنا زي ما قربناهم في الهيجن كده وعملنا المضمار عالمي وكانوا موجودين كلهم الأسبوع اللي فات فيه. النهاردة برضو بنجيب لهم بقى الوزراء والسفراء وبيحتفلوا بيهم وبيقعدوا معاهم في الاحتفالية ليلا. دي بقى بنخليها ايه، خليهم نجيبهم في حضننا ويبقى عارفين ان البلد مش مهمشاهم، الدولة معاهم، بنعمل لهم طرق، بنعمل لهم كل اللي هم عايزينه، بنعمل لهم مستشفيات. مستشفى هنا رائعة على فكرة، ودي جديدة على فكرة المستشفى الموجودة هنا. في الحقيقة ده البعد الثالث اللي انا بعمل بسببه، بعمل المنتدى، والمنتدى تحت رعاية رئيس الجمهورية، ورئيس الجمهورية فعلا في الحقيقة ما بيبخلش علينا، كل اللي بيتم دوت بتوجيهاته، كل اللي بيتم دوت بيتابع معانا، مكتب سيادته بيتابع أول بأول ما يدور. في الحقيقة يعني الدولة كلها مهتمة، السيد رئيس الوزراء، أنا بالسيد وزير الأوقاف النهاردة هيقول كلمة في الاحتفال، فأجل الدولة كلها مهتمة بهذا الحدث. سعادة السفيرة بصبح عليك مرة أخرى. صباح الخير. وجود حضرتك ووجود العديد من رجال الدولة في هذا الحدث بيوضح وبيؤكد أهمية هذا الحدث واهتمام القيادة السياسية بسيناء وقيمة التسامح. دي القيمة اللي احنا بنصدرها للعالم ككل، بنقول لهم احنا بلد التسامح، بلد قبول الآخر، وهنا نصلي معا. تقولي إيه لكل ولادنا ولكل أهالينا بالخارج عن القيمة الحقيقية المصرية وما نحن نعيش الآن من قيمة التسامح؟ أولا خليني في البداية أشكر سيادة اللواء يعني خالد فودة الحقيقة محافظ جنوب سيناء على الجهد، دي مش المرة الأولى اللي بشترك فيها في هذا الملتقى، المرة الخامسة، وكل مرة الحقيقة بقى ألاقي تجويد من قبل المحافظة وفريق عمل سيادة اللواء علشان هذا الملتقى يخرج بالمظهر اللائق المشرف للدولة المصرية، وفي نفس الوقت زي ما حضرتك بتقول الرسالة، رسالة التسامح وقبول الآخر والمحبة اللي بتطلع من أرض مصر دايما وأبدا إن شاء الله. أنا الحقيقة كل مرة زي ما بقول لحضرتك بحرص إن أنا أشارك، ولكن هذه المرة حبيت أيضا إن أنا أشارك المصريين في الخارج في هذا الملتقى. فعندنا مجموعة من أبناء الجيل الثاني والثالث بيشاركوا في هذا الملتقى بلوحة فنية، سيادة المحافظ يعني مشكورا دعمه الشديد لإتاحة الفرصة لهؤلاء الأولاد إن هم يقدموا لوحة فنية بتكلم عن التسامح في مصر. القيمة الإنسانية دي مش هنلاقيها في أي حتة، لأن إحنا بلد محب، شعب محب لوطنه، مؤمن بطبعه سواء مسلم أو مسيحي، بيجي هذا الملتقى لتدويج كل هذه المشاعر. النهاردة المسلمين بيتوجهوا للجامع لصلاة الجمعة، والمسيحيين في دير سان كاترين بنزور الدير وأيضا نصلي. المشايخ اللي موجودين في هذا الملتقى، الداعيات، الراهبات أيضا المشاركات من عند دكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، أنا وزملائي طبعا معالي وزير الأوقاف ممثلا لرئيس مجلس الوزراء، إنما معنا وزيرة السياحة، وزيرة البيئة، وزير التموين، وزير الأثار، مجموعة الحقيقة جاية عشان تشارك هذا الحدث. زي ما سيادة المحافظ قال إحنا بندعم هذه الجهود، وأيضا بنشجع القبائل والبدو وأهالي سيناء ان احنا بنكون موجودين معاهم. السنه اللي فاتت الحقيقه كنت موجوده في الدير، والحقيقه لازم اقول لحضرتك على هذه الصوره لانها بتمثل التسامح وان احنا كلنا حاجه واحده. في غرفه في هذا الدير، الغرفه دي هي اللي فعلا حصل فيها الكلام ما بين ربنا سبحانه وتعالى وسيدنا موسى، وقد كده قدام شجره موسى دخلت هذه الاوضه، وكان معايا العام الماضي النائب عمرو صدقي رئيس لجنه السياحه، ومن كتر رهبة المكان أنا على طول ركعت على الأرض وصليت، وهو أقام الصلاة مع المجموعة اللي كانوا معي. قد كده كانت صورة جميلة، وهي كانت الصورة الحقيقية كمان إن إحنا كلنا بنصلي لرب واحد. عشان كده النهاردة كنت بقول لسيادة المحافظ وبقول للقائمين على الدير النهاردة رجع لهم بست وزراء عايزين يدخلوا هذه الغرفة أيضا وندي هذه الرسالة. طبعا المصريين في الخارج حبهم وولائهم الشديد للدولة المصرية عارفين كويس جدا ومؤمنين بقيادتها السياسية، بعمل الحكومة، بإيمان الشعب، كلهم وراء الدولة، إنما بالتأكيد هم سفراء للدولة المصرية في الخارج وأيضا جنود لها في هذه المرحلة اللي بتمر بها مصر. رسالتي ليهم إنه خليكوا على إيمانكم ببلدكم، ربنا كبير وإن شاء الله هنقدر إن احنا نتغلب على كل التحديات يا رب دايما.
فضلت الدكتور، يمكن سيادة المحافظ نقل مدينة سانت كاترين من مدينة مصرية إلى مدينة عالمية، وبيخاطب العالم ككل بقدسية هذا المكان والقيمة، القيمة الأهم لدى الشعب المصري هي قيمة التسامح. قدسية هذا المكان، يمكن هيكون تفاصيل أكثر مع حضرتك، ويمكن نعزز قيمة القبول الآخر وقيمة التعايش السلمي مع جميع الطوائف وجميع الشعوب الأخرى مع حضرتك يا فندم. تفضل. أولا يعني الحمد لله ده للعام الخامس، سعيد أن أكون إلى جانب سيادة اللواء أركان حرب خالد فودة محافظ جنوب سيناء. والحقيقة في أسباب عديدة، الأول أننا مع محافظ نشط شديد النشاط والإيجابية، ويشجع ويحمس كل من يعمل معه على مزيد من العمل. وإحنا حقيقة عملنا مشترك الحقيقة في كثير من الجوانب، لكن هناك رسالتان، الأولى وهي الأهم والتي بيحملها شعار الملتقى، ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني. وأظن الحمد لله الرسالة وصلت بقوة وخرجت من المحلية إلى العالمية. والعام الماضي وجدنا أصداء أثناء انعقاد المؤتمر وردود أفعال تأتينا من بعض الزملاء وأئمتنا المفادين في مختلف دول العالم لصدى هذا الملتقى. الرسالة الأهم، وإحنا يمكن الجلسة دي ليست عفوية، سيد المحافظ حارس ان احنا نكون مع معالي الزميلة العزيزة الوزيرة نبيلة مكرم، عشان برضو بنأكد ان احنا كلنا هنا. ويمكن انا كنت بكتب حاجة الى جانب معالي الوزيرة في الطائرة، قالت هو ده الكلام، قلت لها احنا تجاوزنا حقيقي دولة او ما يقال عليه في كثير من الدول الاغلبية والاقلية، وانا يمكن كاتب حاجة بطالب بقول تجاوزنا عصر دولة الاغلبية والاقلية الى دولة المواطنة المتكافئة التي تقوم على الحقوق والواجبات المتبادلة دون أي تمييز على أساس الدين أو اللون أو الجنس أو العرق. وإذا كان في صيحات بطبيعة الظروف العصرية نادت بهذا التسامح في الظروف الأخيرة، لكن المكان اللي احنا فيه ده شاهد على أن هذا التسامح ليس وليد اليوم، ده بالفعل، وإنما يعني احنا الآن أدي مسجد الوادي المقدس وادي الدير، هذا التلاحم والتآخي والتآزر بين مئذنة المسجد وبين الدير على مدار القرون والعقود. وعندما تعود إلى جامع سيدنا عمرو بن العاص وعلى أمطار منه الكنيسة المعلقة وإلى جواره المعبد اليهودي لقرون طويلة، ندرك أن مصر بلد أصيل في التسامح، وأن التسامح خلق أصيل. ولذلك بقي إن شاء الله ويظل اسم الملتقى ملتقى سانت كاترين للتسامح الديني. هنا نصلي معا. الرسالة الأخيرة اللي أيضا سيادة اللواء أشار إليها، بعد اجتماعي. أول عام أقمنا في هذا الملتقى ربما كان بأي حسابات بشرية أو أمنية، إزاي هجئين ملتقى في قلب الجبال وفي قلب سيناء في ظروف، إنما كانت الرسالة إلى العالم كله سواء هنا أو كنا في الطور أو في طابة وفي قلب السلاسل الجبلية وحياتنا طبيعية، والبدو أنفسهم وأهالينا في سيناء أنفسهم هم اللي هم التأمين الحقيقي لهذه المنطقة. وممكن سيادة اللواء يعرج على ده، تأكيد اللحمة بين القوات المسلحة الباسلة والشرطة وأهالينا في سيناء لحمة وطنية فريدة. لأن خلي بالك برضو ما هو الجيش في أولاد من أولاد دول والشرطة من أبناء دول، وميزة الجيش المصري إن من لحمة هذا الشعب. اللي كمان النماذج اللي بنشوفها تشجيع اجتماعي لهذه المحاضن، لما بنشوف أولادنا لما هم بيطلعوا على الثقافات المحلية والعالمية وإحنا ندي لأبنائهم الفرصة في المشاركة، لا يتم رسالة فقط وإنما نقلة تنويرية تثقيفية لهذه البقعة وفي محيطها. وأي حد يمكن يدرك خلال 5 سنوات أثر الملتقى في عملية التثقيف، لأن التثقيف أنت اليوم بتلاقي خطبة جمعة، بتلاقي لقاء في الدير، بتلاقي لما يلتقوا أبناء أهالينا في هذه المنطقة بهؤلاء الوزراء والقيادات الوطنية يقينا وما يسمعون. الثقافة بعد متنوع وبعد هام جدا في هذا التوقيت. سيادة المحافظ، يمكن النجاح
اللي احنا نقدر نقول عليه ان هو نجاح متميز هو مخاطبة الاخر، مخاطبة العالم. حضرتك اخترت من سانت كاترين انك تخاطب العالم ككل بقيمة لا توجد في اي مكان في العالم الا في سانت كاترين. اختيار العنوان بهنا نصلي معا هو العنوان الامثل. ده محور حضرتك اشتغلت عليه، ومحور اخر هو الاعمال التنموية والعدالة الاجتماعية، بحيث ان احنا في لقاءات مع العديد من الطوائف والعديد من القبائل واهالي سيناء، كل على حدة بيقوم بدوره وأيضا بيمارس حقوقه وبيتم توفير العدالة الاجتماعية. خلينا نتكلم على مدار الخمس سنوات وعلى الرحلة اللي قضيناها مع هنا نصلي معا في الدورة الخامسة. تحب تلخص هذه الرحلة من أعمال تنموية ومن مخاطبة العالم في إيه؟ لو هنتكلم الأول على مخاطبة العالم، في الحقيقة إحنا كل ملتقى أو كل عام بتزداد الرغبة في المجيء. يعني إحنا النهاردة عندنا مجموعة كبيرة من السفراء، وعندنا وفود جايه من الخارج، عندنا فرقه فنون شعبيه يونانيه عرضت امبارح على المسرح، فرقه كامله 20 راقص وراقصه، عرضوا في الكورور جميل نظيف لذيذ بلبسهم التقليدي الحلو اللي ما فيهوش اي خارج، حاجه جميله يعني. النهارده ايضا عندنا الطوائف كلها موجوده هنا، الطائفه الانجليزيه، الطائفه السوزوكيه، المسلمين. عايز اقول لك ان عندنا رئيسه الطائفه اليهوديه لبت الدعوه، وجدت الاستاذه مجده هارون موجوده عندنا وفي منتهى السعاده، وقابلتني امبارح وكانت سعيده جدا، هي مصريه وهي رئيسه الطائفه اليهوديه، فوجهنا اليها الدعوه وجد موجوده النهارده، فكل الطوائف موجوده. الكلام ده كله بيوصل للخارج. ليه؟ عندنا هنا هيئه السنوات عامله شغل كويس، عندنا حوالي 20-25 مراسل اجنبي، الارتي والفرنسيه وكل معظم القنوات موجوده. عشان كده احنا الساعه 2 هنعمل حوار بقى، احنا كنا عاملين مؤتمر صحفي، مش هيبقى مؤتمر صحفي، هيبقى زي سيمينار كده، احنا هنبقى قاعدين على المنصه والوكالات الانباء والصحفيين والصحفيين المصريين اللي عندنا كوكبه كبيره من الصحفيين، عندنا الاستاذ مكرم محمد احمد موجود، عندنا الاستاذ سامي عبد العزيز موجود، عندنا الاستاذ محمد البهنساوي موجود، عندنا الاستاذ محمد امين المصري اليوم موجود، عندنا الاستاذ محمد شرابي الاهرام موجود، عندنا كوكبه كبيره قوي موجوده من رجال الاعلام. ليه؟ احنا كنا بنخاطب نفسنا قبل كده، كنا بنخاطب نفسنا. لا دي صناعه الحدث يا فندم، لا ده لازم العالم يعرف، ولازم السفر دول هيرجع يكتب تقرير. السفير ده مش جاي يتفسح، السفير ده هيرجع يكتب تقرير، هيكتب اللي شافه السنه اللي فاتت جه وكتب، السنه دي هيجي بيكتب. الكلام ده كله بيوصل للخارج، ده بالنسبه للخارج، واعتقد ان الرساله وصلت. بالنسبه للتنميه احنا مش عايز اقول ان يعني مش عايز اقول رقم ما يكونش صح، يعني انما تقريبا احنا قلنا شرم الشيخ اتصرف عليها حوالي 20 مليار. احنا هنا في مدينه كاترين لا تقل اهميه، السياحه كلها هنا، سياحه الدنيا كلها هنا، سبحانه وتعالى لم يتجلى غير هنا ولم يتحدث غير هنا، ومن البقعه اللي معالي السفيره قالت عليها دي لوحدها لو هتخش جوه هتحس باحساس، يعني هي شرحته، حضرتها شرحته الحقيقه، يعني احساس غريب. انا طبعا ليا حظ، وانا عشان ما حدش يحسد يعني انا بتواجد كتير هنا، وأول ما باجي لازم أكون أخش أصلي ركعتين وأدعي ربنا وفقني ووفق بلدي ووقف وحافظ عليها وحافظ على المدينة الجميلة دي في الحقيقة. يعني فمفيش مكان في العالم فيه هذه القدسية، سبحانه وتعالى لما يتجلى فيه جلش غير هنا، لما يتحدث غير هنا. دي فرصة إن احنا لازم نسوقها ولازم نقولها، هنقولها النهاردة في مؤتمر السمنار اللي احنا هنعمله، هنقول الكلام ده النهاردة للناس اللي ما يعرفش. الكلام ده هتنقل على الهواء، وكالات الانباء على فكره نقله هواء، نقله بره، ودي دور هيئه الاستعلامات اللي انا بحييها عليه. التنميه زي ما قلت لحضرتك، لا هنا شوف الطريق اللي اتعمل من 120 كيلو، وبعدين في 5 كيلو من المطار للمدينه جوه، المدينه دي اترفع كفايتها واتعمل فيها الطريق من سنتين او 3 سنين. الملاعب اللي اتعملت امبارح اللي افتتحها معالي وزير الشباب والرياضه، المسجد ان شاء الله اللي اتعمل مناصفه بين وزاره الاوقاف والمحافظه. احنا عاملين هنا حوالي 200 وحده سكان اقتصادي لاهالينا، وبدينا سكننا جزء، والجزء الثاني لسه بيتصدق عليه من جهاز الميدسين، انما احنا عملناهم وحدات، جوامع، طرق، ميه، بنحاول نحل مشكله الميه، ما عندهم مشكله في الميه لازم نحطش راسنا في التراب، ما عندهم مشكله في الميه، وانا بتواصل مع السيد وزير الاسكان وبتواصل مع السيد رئيس الشركه القابضه علشان برضو لازم تحل هذه المشكله.
الكهرباء موجودة واحنا هنربطها ان شاء الله، هنعمل لها ربط جديد عشان برضو بعض الساعات بتقطع، وهنا في الشتاء الجو بيبقى تلج. يعني مشكلة الكهرباء والمية دول بيتبحثوا دلوقتي، وهم دول المشكلتين اللي انا حاطط ايدي عليهم ان شاء الله، بحيث ان احنا مدينة سانت كاترين دي تبقى مدينة عالمية لا ينقصها اي شيء. اكيد لا اكيد ينقصها بإذن الله يا رب. معالي السفيرة، مهام وامور كثيرة حضرتك معنية بيها، ويمكن من التحديات ان احنا دايما ودائما نقدر نجذب اولادنا بالخارج الى مصر. ولما اولادنا بالخارج يلاقوا ارض الوطن بتنادي بالتسامح، ووجود حضرتك في هذا الحدث عشان تروجي لهذا الحدث وتقولي لاولادنا بلدكم بتقول احنا بنقبل الاخر مهما اختلف، اكيد ده من الامور اللي انت معنية بيها. واكيد من الامور اللي حضرتك بتشتغلي فيها ايضا هي فكرة ان اعزز هوية ولادنا بالخارج وانتمائهم للوطن، فتكلمين عن اهمية هذا الملتقى لولادنا في الخارج. بالتأكيد ملف وزارة الهجرة الحقيقة بالتكليف من السيد الرئيس كان على اساسه التواصل مع المصريين في الخارج وربطهم بالوطن، مش بس ان احنا نستفيد من خبراتهم ومن ابتكاراتهم في الخارج، وايضا من الاهتمام بالجيل الثاني والثالث والعمالة المصرية في الخارج ومشاكلها، انما بالتأكيد ملف الهوية الوطنية بيأتي على رأس هذه الأمور الهامة اللي الحقيقة بتطلع بيها وزارة الهجرة. أنا بس عايزة أقول إنه هذا الملتقى بيتماشى مع اتجاهات الدولة، يعني بالتأكيد إنه إحنا نؤكد على التسامح وقبول الآخر والمحبة، هو ده اتجاه الدولة وهذا الملتقى بيتماشى معاه. ولما بكلم مع المصريين في الخارج بشيء طبيعي ان هم بيتاثروا بمواقع التواصل الاجتماعي، خاصه وهن ان هم بعاد عن الدوله، فممكن يصدقوا اي حاجه بتتقال في الخارج سلبا او بطريقه غير صحيحه عليها. عشان كده دايما بقول ان احنا اول مره نشوف رئيس جمهوريه بيدخل الكاتدرائيه المصريه في العيد، والحقيقه شعور المصريين داخل الكاتدرائيه بالسيد الرئيس في دخوله شعور صادق، اللي بيرمي الورده على سيادته واللي عايز يتصور والزغاريت اللي بنسمعها. ليه بيعملوا كده؟ عشان هم حاسين بمصداقية القيادة السياسية في معايدتها لهم في العيد. أول طلعة جوية عسكرية لصالح مصريين في الخارج كانت لصالح الأقباط اللي تم قتلهم في ليبيا على يد داعش. كل دي حاجات معايشات، يعني عايز أقول إنه إحنا لما بنتكلم عن التسامح والمحبة وقبول الآخر ما هياش شعارات، إحنا الدولة بتطبقها على أرض الواقع. كل الكنائس اللي تم تدبيرها من قبل العمليات الإرهابية كان بيبقى على طول في تكليفات بإعادة بناء هذه الكنائس، والحقيقة الكنائس بترجع أحسن من الأول. عندنا مشاكل، عندنا مشاكل بالتأكيد، ولكن دايما بنبص لاتجاه الدولة في التعامل مع هذه المشاكل ومحاولة الغير إن هو يضرب في، مش عايز أقول هذا النسيج لأنه كلمة مكررة، إنما هذا الشعب الواحد. علشان كده كل هذه الرسائل مهمتي إن أنا أقولها للمصريين في الخارج، وأبعث لهم برسائل طمأنينة توضح لهم الدولة دي ماشية ازاي. والحقيقة انه هذه الدولة مباركة، مباركة بأذان المساجد وأيضا بأجراس الكنائس. هذا الملتقى ما هو أيضا إلا تذكير بهذه المعايشات اليومية اللي احنا بنعيشها. فعلا زي ما معالي وزير الأوقاف بيقول، أنا دايما بيشرفني أن أنا بكون جنبه في الطيارة وإحنا جايين سانت كاترين، وبحييه الحقيقة على الفصاحة والبلاغة وهو بيكتب الجمل اللي بيعدلها لي سواء خطبة الجمعة أو للكلمة اللي حيلقيها النهاردة. هذا أو هذه الصورة إنه معالي الوزير مشكورا وبتضوعه الجم بياخد رأيي وبقول له يا سلام الجملة دي كويسة، وبيبقى شعور جميل جدا. هي دي المعايشة، هي دي اللي احنا اتعودنا عليها منذ صغرنا، وهي دي اللي بنكبر عليها، وهذا الملتقى بيحيي هذه المشاعر. والحقيقة سيادة اللواء خالد فودة ما بيكلش، يعني أنا الأسبوع اللي فات كنت هنا بدعوة من سيادته أيضا عشان مهرجان الهجن. ده كمان مهرجان مهم جدا، أول في نوعه في مصر، إنما غير السباق ما بين
اللي موجود. أنا شفت أهالينا من أهالي سينا والبدو إزاي ملتفين حوالين السباق كلهم شعب واحد. 14 محافظة متهيألي سيادة المحافظ كانوا مشاركين في هذا المهرجان. فإذا إحنا بنعمل تلاحم اجتماعي وتلاحم وطني سواء من خلال مسابقات رياضية مسابقات فنية. اشتراك الحقيقة امبارح بالليل من أهالينا من أهالي سينا في العروض الفنية بالتأكيد لوحة جميلة مهمتي أن أنا أصدرها للخارج. فضيلة الدكتور مفيش أحلى من ده ملتقى أن يكون عنوان لخطاب ديني، وخطاب الديني ده إحنا اللي في صدد فيه في الوقت الحالي هو الخطاب اللي يتماشى مع الهوية المصرية الحقيقية. من خلال هذا الملتقى من وجهة نظر حضرتك وقراءتك وحضورك لهذا الملتقى على مدار السنوات الماضية، الخطاب الديني الأمثل للمصريين داخل مصر وخارج مصر؟ أولا بأشكر سيادة الوزيرة على ذوقها الراقي. الحقيقة يمكن هنا نموذج عملي، نموذج عملي. إحنا معنا مجموعة من وعظات الأوقاف ومجموعة من الراهبات بالتنسيق مع المجلس القومي للمرأة، ويمكن أي حد جلس جلسة أمس يجد أن النسيج المصري بكل مكوناته لا تستطيع أن تفرق بين نسيج ونسيج، ودي أكبر تطبيق عمل. لأن ممكن الناس تتكلم نظر كتير لكن عند المعايشة العملية لكن هذا التعايش الحقيقي ده التطبيق للمعايشة. وأنا هختم بجملة لأن أنا عارف أن الوقت انتهى تقريبا. سانت كاترين واحدة، يعني اللي هو خالد بيقول المكان ده ملوش مكان في العالم حقيقي، في سانت كاترين تانية هي واحدة. سواء بقى بتاريخ الدين العريق، بهذا التسامح، بهذا الملتقى اللي اداها اطفى عليها اطفاء خاص للتعريف فيها. يعني تعرف الملتقى مش منشئ لتاريخ المدينة، كاشف لتاريخ المدينة العريق. ثم الى جانب التسامح الديني ومكانتها الدينية التاريخية اللي هيكون الكلام عنها سواء بقى في خطبة الجمعة جزء منها او سواء في الحديث حاجة تانية، هذه الطبيعة ما حب الله به هذه المدينة من طبيعة خاصة فريدة، طبيعة يعني ذات خصائص طبيعية خاصة. فهي متفردة في تاريخها الروحي، متفردة في طبيعتها، جديرة لأن تكون أحد أهم المقاصد. وأنا أقول لحضرتك الدينية والسياحية، وحارس عدد من الشخصيات الدينية في العالم. وبالمناسبة صحيح سيادة اللواء هنا في استضافته الجميع، لكن جاءوا من بلادهم جميعا الى مصر على نفقتهم حبا في ان يكونوا بيننا في سانت كاترين. ولو فتحنا الباب وان شاء الله في العام المقبل بالتنسيق مع السيد محافظ يمكن ان تأتيك 100 شخصية دينية متعددة حرصا منهم على هذا الملتقى. وفي كل سنة ده تأكيد على ان الملتقيات الماضية كانت ذات صدى. والله العظيم الى اخر لحظة عدد كبير من الزملاء ومن الشخصيات الدينية المرموقة يتصل حرصا على حضور هذا الملتقى. وبنشكر سيادة اللواء على استضافة هذه المجموعة هذا العام، ونأمل أن نتوسع في العام المقبل إن شاء الله. شكرا سيادة المحافظ. خلاص احنا في صدد نهاية فقرتنا، بس الحقيقة بتفكير بسيط مبسط للحدث اللي احنا فيه، في دايما أفكار يقال عليها أنها out of the box أو خارج الصندوق. الغريبة أن هو الفكرة خارج الصندوق ومن الصندوق نفسه. يعني احنا سانت كاترين هي أساس تلقي الأديان، ولكن تصدير سانت كاترين الخارج هي ده الوسيلة اللي تم تصديرها بشكل خارج الصندوق. في نهاية فقرتنا تحب تقول ايه لكل من يشاهدنا الان عن ملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان؟ يعني في الحقيقة انا بشكر كل اللي حضر معانا النهاردة واللي جي شاركنا هذا الملتقى، وبشكر معالي السفيرة نبيلة مكرم لانها برضو ما رضيتش تقول ان هي جايبة مجموعة اولادنا في الخارج من الامارات موجودين وجايين على نفقتهم. لازم نقول دي ولازم نشكرهم في التلفزيون المصري، مجموعة شباب وفتيات جمال جدا وهيعرضوا النهاردة، وهم جايين مرتبطين بالوطن. انا قعدت معاهم امبارح لقيتهم احساسهم عالي جدا، مبسوطين ان هم جايين مصر، جايين بلدهم، جايين يعملوا حاجة لبلدهم. فانا بشكرها. فدي برضو يجب ان انا في نهاية كلامي اشكر كل اللي حضروا، اشكر السادة الوزراء اللي كلفوا نفسهم عناء المجيء. امبارح الطياره نازله 5:10، الدنيا بتضلم هنا 5:30، حاملين نفسهم اعباء لان المطار ما بيستقبلش الطيارات ليلا. فيعني انا كنت واقف على المدرج واقف منتظر يعني الوزراء اللي جم امبارح، حوالي 5 وزراء، النهارده في 4 جايين كده، عندنا 9 وزراء موجودين معانا النهارده. بحييهم وبشكرهم وبيتحملوا الصعاب لانه كانوا طالعين من مجلس الوزراء ولحقوا اخر طياره، جايبين طيارات طبعا عشان نسهل لهم الاقامه ونسهل لهم العوده. بطالب برضو ان يبقى هنا في فندق، مش عايز اقول 5 نجوم، عايز اقول 4 نجوم، زي ما طالبت ان المطار يتطور
المطار يتطور والمدرج بيوصل يطول ويتعمل فيه إضاءة ليلي. بأطالب تاني لأن المدينة داخلة عالمية إن يبقى فيها فندق 4 نجوم، مش عايز أقول 5 نجوم، صديق للبيئة، لأن إحنا أنت في محمية دلوقتي، أنت قاعد في محمية بالفعل. فندق صديق للبيئة، وإحنا طلبنا الجهات الرسمية والحكومية اللي الأرض موجودة، يبقى بس عايزين زي المسجد. أنا قلت للمعالي الوزير إحنا محتاجين مسجد يعني برضو يليق بالمنطقة، فقال لي يليق بتاريخ المدينة، أنت النص وأنا النص، قلت له أنا موافق يعني فنشتغل مع بعض. فأبقى طالب الجهات الرسمية، المطار نزل إليه، طبعا الفندق لازم يبقى فيه فندق يعني هو اللي موجود مأدي الغرض يعني 3 نجوم، هو اللي موجود 3 نجوم، إنما عايزين حاجة تليق بقى بالمدينة بالسياح اللي هيجوا بعد كده اللي احنا منتظرينهم تليق بيهم. آخر حاجة طبعا نظرة شوية لموضوع المية والكهرباء، وانا هحط ايدي الفتره الجايه في هذا الموضوع لاجل ولادنا ولاجل اهالينا، اللي سمعناه من امبارح الاطفال اللي طلعوا على المسرح، واتولد عندنا ابنودي جديد اسمه علي، انا سميته الابنودي الجديد، وهم ومعالي الوزير والوزراء كلهم حيوا وصفقوا له امبارح، مصر ولاده ومحدش يقدر عليها ابدا. ده بالفعل يا فندم، مصر ولاده دعم القياده السياسيه. انا بشكر حضراتكم سياده المحافظ اللواء اركان حرب خالد فوده محافظ جنوب سيناء، بشكرك والف مبروك يا فندم، موفق دايما. سعاده السفيره نبيله مكرم وزيره الدوله للهجره وشؤون المصريين بالخارج، بشكرك ودايما بنشوف حضرتك في ملتقيات وبنشوف حضرتك في اعمال تهم اولادنا بالخارج، بشكرك يا فندم. فضيله الدكتور محمد مختار جمعه وزير الافقاف، بشكرك يا فندم وموفق دايما، بشكر حضراتكم. اعزائي المشاهدين، من سانت كاترين انتهت حلقتنا النهارده، ملتقى ملتقى التسامح قبول الآخر، دي مصر، هي دي حقيقتنا، والعالم كله بيسمعنا في الوقت الحالي، احنا بنقبل اي شخص ايا كان، الانسانية بيتم تصديرها من هنا من سانت كاترين. بشكر حضراتكم.